السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، هذا أخوكم أسيمو يعود إليكم من جديد. إخواني أخواتي، اليوم جيت نهضر لكم على واحد الظاهرة اللي ولينا نشوفها اليوم كثرت في الدول العربية. يعني وكان ما لقاوش الحد لهذا الشيء، هذا راه غادي تكثر هذا الشيء وغادي تولي شي حاجة اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما شفتوا حطيت لكم واحد المقطع صغير، لان ما قدرش نحط لكم الفيديو كامل، لان راكم عارفين القوانين ديال اليوتيوب اخواني اخواتي المشاهدين. المهم غير باش تعرفوا الناس اللي ما عرفش انها هذا الفيديو هذا دار واحد الضجه كبيره في الدول العربيه. شي وحدين كيقولوا في هنا، شي وحدين كيقولوا هذا الفيديو داول هنا، ولكن مع العلم انا بحثت وعرفت يعني مين جاء المصدر ديالو هذا الفيديو هذا. غادي نقرا لكم التفاصيل الكاملة. المهم إخواني المشاهدين، بغيت نقول لكم باللي حدوا الأبناء ديالكم، عافاكم حدوا الأبناء ديالكم، لأن ولاو زوج في الطرفين، يعني الطرف ولا ديال الاختصاص ما بين راجل ولد صغير وما بين ولد صغير ومرأة. كما شفتوا هاد الصهيوني، هاد الإنسان ما عرفتش أنا باش، لأنها بزاف ديال التغريدات وبزاف ديال لي كومونتير خرجوا بأنه خصها تعاقب أشد العقوبات. اللي شدت مع العشقون هذاك الولد هذاك، شداته ودخلاته، هو ما كانت تأمره بشيء يعمله معها، هو ما عرفش. يعني تقول له دير هكا. مهم في الأحضان ديالها وكتمارس الشدود ديالها، كتمارس داك الكبت ديالها على هذاك الولد هذاك. وهاد الظاهرة كترت، شوفوا عندنا البوشوف، شوفوا الفقيه تاع طنجة، شوفوا اللي في هذوك في مدينة سهلة، شوفوا هذه الإنسانة هذه اللي في دول هذه المرأة. مع بحثنا على العرب بزاف ديال القنوات وبزاف ديال اللي هضروا عليها، لأن هذا الفيديو هذا مازال ما دار واحد الضجة كبيرة. مع العلم أنا البارح اكتشفت هذا، يعني أي راه كيما نقولوا راه كيتصيفط من واحد لواحد، اللي هي كيقول لك أودي أنها كانت تمارس معاه في اللايف ديالها في السناب شات ديالها. إخواني المشاهدين، وهذا يضرنا كحنا كبشر. شوفوا إخواني المشاهدين الشدود ديالها فين وصل. قال لك هذا الإنسان هذا ما يتجاوز العمر ديالو 12 سنة ولا 13 سنة، مع سبحان الله العلي العظيم. مهم بقوا معايا نقرا لكم التفاصيل الكاملة، لان حدوا ولادكم راه حنا خصنا نلقاو الحد لهذا الشيء، خصنا نلقاو ضروري حد لهذا الشيء، لان راه الدول العربيه خطر، لان فهذا الشيء هذا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا عندنا البوشوف مشات على عيني ضباب، الله يرحمه يدخله فسيح جنته رب العالمين بدون حساب، انه طفل ملائكه. شوفوا هذيك الانسانه اللي في مدينه سالا، ديك الانسانه اللي في مدينه سالا دخلوا عليها هي واولادها، داو لها ربعه نتاع الوليدات، اختصبوهم وداروا فيهم ما بغاو امام الملأ من التمين. الفقيه ديال طنجة اللي سنينا بارك تدخل للجامع بسبردينتو، اللي بالناس كدير فيه الثقه انه كقارئ قران وقارئ 60 حزب انه غادي يحتفظ على ولادهم، لانه كيعرف ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. صدق بقى يتبعهم للطواليطات وبقى يجرهم ويدخلهم للمسجد ديالو ويمارس معاهم داك الشيء في المسجد في بيت الله. واش تسناو الناس منهم؟ مابقاش تخاف من الله، باش غادي تبقى تخاف؟ والناس كيدخلوا للسجن كياكلوا كيشربوا كيتغولوا كيخرجوا صحاح وكيوليو يديروا اكثر من ديك الجريمه اللي داروها. حنا بغينا نلقاو الحد لهذا الشيء، وبغينا يطبق القانون ويطبق كما نقولوا كما راهم مطبق في الدول العربيه في مصر وكذا، كما تدين الى درس الا اختصب طفل وطفله يساليو معاك اعدام. هذا هو من جهه اخرى، ما كاينش شي حاجه اخرى، لان باش ما يكثرش هذا الشيء، ومن سوت له نفسه باش يفكر يشوف شي ولد ولا شي بنت ولا شي حاجه. باش شوفوا هذه المكبوته
والله القسم سبحان الله انا ملي شفت هذاك الفيديو ما قدرتش، ماشي ما قدرتش نكملو. طب ما يعني ولاو يديروا هاد الفيديوهات هادو مانيش عارف واش كيطلبوهم شي جهات اخرى باش يصيفطوا لهم مقابل مبالغ ماليه الله اعلم. هاد الانسان ما يتروح عمرها بين 25، المهم من 25 حتى ل 30، الكبت ديالها بقات دير مع هذاك الشيء بحال المواقع الاباحي، تقعد وتقول له اقعد هنا، دير له هاد البوز، دير له هاد البوز، لا دور منا، هي تولي عاوتاني كتقدم لقدام، هو تقول له روح من السيد، داك الولد هذاك كتامره بداك الشيء اللي هو ما عارف والو، كتامره بداك الشيء اللي كتقولوا لها هي، اللي كتقول هو هي تقولوا له. السيد في التالي ما قدش وهرب، راكم شفتوا، حطيت لكم غير داك المقطع هذاك اللي حل الباب وخرج به وهي ما نعرفوش قالت له. وسبحان الله العلي العظيم، ديما ربي سبحانه وتعالى كيبغي يفضح واحد الانسان وفضحها. وداك الشيء كان، داك الفيديو كان مباشر على سناب شات، الناس هزوه ولونساوه، الناس هزوه ولونساوه ودخلوه وبقى واحد لواحد في المواقع التواصل الاجتماعي. خصنا نلقاو لهذا الشيء حل، خصنا نلقاو له حل، خصنا نلقاو له حل، لا حول والله الا خصنا نلقاو له واحد الحل لهذا الشيء. راه هذا الشيء خطير بزاف اللي راه كيجرى في هذه الايام. هذا قال لك نشرت شابه سعوديه، شوفوا كيهضروا على المغاربه وكيهضروا هنا، ها انت شوف، يعني ديما كتكون شي حاجه في المغرب، ديما كتكون شي حاجه في المغرب، لا راه كاين في الدول جميع. كما قلت لكم البارح، نشرت شابه سعوديه مقطع فيديو وهي تقوم اغتصاب طفل ولد عبر منصة سناب شات مساء يوم أمس السبت. وجاء ملخص الفيديو، ولد يلعب بين أجسام الفتاة البالغة. قامت الشابة بنشر المقطع وهي تقوم يعني بتمارس على الولد. وقال مغردون أن الفتاة نشرت مقطع الفيديو على حسابها في سناب شات، وكان الولد يجلس بين قدمي الفتاة وهي تتساءل عما يفعل بشيء من السخرية. وصرح نشطاء ابتعاد الرجال عن الزواج، يعني الرجال قال لك شي وحدين ما مانيش عارف كلها، قال لك ابتعاد الرجال عن الزواج من النساء وارتفاع انوثتهم بسبب تفضيلهم للعمل وتخليهم عن ادوارهم الفطريه. يعني كنوصي ان بزاف ديال الرجال خصهم يعطيو للنساء ديالهم الوقت ديالهم، ماشي غير العمل العمل العمل. نراها نتوا وراها فتاه كاعطيها، خصك تعطيها الاخر ديالها، خصك تعطيها الوقت ديالها، لان المراه كتبغي مهم كتبغي هذا الشيء في الحاله. المرأة كتبغي كما نقولوها كما قالها السايت ديالها، الوقت ديالها في الفراش، كتبغي المرأة الوقت ديالها في الفراش، هذه راها باينة كتبغي الوقت ديالها. يعني إلا خليتها كتقدر تخونك، تقدر بزاف ديال، عطيو النساء ديالكم الوقت ومارسوا معاهم داك الشيء، يعني كما نقولوا ماشي بجهالة، ماشي حمار ولا شي واحد يجي من الخدمة يسالي والله يعاون. داعبوا نساءكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال داعبوا نساءكم، لعبوا معاهم وعادي، ماشي غير تجي وخلط وركبها مبارك بحمارك. يعني داك الشيء خصو الوقت وخصو بزاف ديال السوال باش هي تكمل الاخر ديالها، هذا الشيء ما فيه الحياء، في تكمل البليزير ديالها باش الا بقيتي ملاهين غير مع العمل انت تخونها وهي تخونك. انا كيوقع العنوسه. واكمل احدهم قائلا خلق لديهم انحرافات شذوذيه حاده بدايه مع استعمالهم للجمادات مرورا باعتدائهم الخادش بالذكور بالاماكن العامه، والان وصلوا لمرحله تفريغ كبتهم بالاطفال. يعني دركي قل كيجيبوا ذوك الاليات اللي كيستعملوهم النساء وكيمارسوا عليهم الاخر، يعني سبحان الله تقول قلوا الرجال، راهم كاينين الرجال غير انتوما، يعني كيجيبوا ذوك الادوات البلاستيكيه باش كيمارسوا على راسهم. وطلب يعني هنا كثرت العنوسه، ولكن هذوك الناس هذوك اللي ما عندهم سيره، ذوك حاشاكم ذوك اللي ما مكبوتين ولا علاقه لهم.
وطلب عدد النشطاء محاسبة الفتاة وكل من يعني اللي بغى يتحرش بالأطفال، بالإضافة لسؤالهم عن الجمعيات والنساء والناشطات اللواتي دائما يبدأن بالحديث والدفاع عن المرأة في حال حدوث أي مكروه للفتاة ويطالبون بالحرية وغيرها. يعني هنايا يعني ما خصش المرأة غير المرأة اللي تعطيوها الحق ديالها، وما قالك بالإضافة لسؤالهم عن الجمعيات والنساء، هذوك الجمعيات ديال النساء اللي غير كيمشيو ديما يقول لك ودي خصكم المرأة تعطيوها حقوقها وتعطيوها هكذا، فعلا عطاوها حقوقها، ولكن حتى الرجال عندهم حقوق ديالهم في حال حدوث، قال في حال حدوث مكروه لفتاة ويطالبون بالحرية وغيرها، يعني كيطالبوا بالحرية ديالها وكيطالبوا بزاف ديال الصالح ديالها، ولكن إلا تعرض شي راجل لشي حاجة ما يعقلوش عليه، وكتجي غير في ولاد الشعب، كنقولها ونعاودها، كتجي غير في الفقراء. واعتراض النشطاء على الفيديو المثير للقلق، وقالوا أنه يخدش الحياء ويروج للفاسدين بين الأطفال والقاصرين، يعني هذا الفيديو هذا كيروج، يعني كيشوفوا أطفال هكا ولا ولاد هكا كيبغيو يديروا بحالهم، يعني هذا الشيء ولا بحال كما نقولوها هذا الشيء دوك لي بيدوفيل دوك المكبوتين اللي كيبغيو يشوفوا هذا الشيء هذا وكيبغيو يداولوه في المواقع، يعني كيبغيو يديروا فيديوهات ويصيفطوهم باش يعطوهم الفلوس. واعرب متداول الفيديو عن اسيئتهم الشديد من الفيديو مطالبين القبض على الفتاة واتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها. ويعتبر تويتر المنصه الابرز في المملكه العربيه السعوديه حيث يتداول عليها المواطنين قضايا الراي العام. ليست اول مره تفعلها الشابه وتقوم ب باش كانت تمارس مع الولد، قالت ليست اول مره تفعلها الشاب، ماشي اول مره، هذه يعني كان معودات ويدير معها هذاك الشيء، يعني هي واش قالت؟ قالت انا عندي شيء، عندي واحد الولد عاد كيما نقولوا عندها، يعني ما عرف شكون هو هذاك، عاد طري عاد حتى شي وحده ما خدتش فيه، يعني نكبروا على يدي وتبقى دير معاه داك الشيء هذا، يعني اول وحده يبقى معها غير. والجديد بالذكر ان هذه الحاله ليست الاولى حيث قامت الفتاه بنشر مقطع فيديو للولد قبل ما يزيد عن شهر، وهي تقوم بفعل ما شابه معه لمشاهده مقطع الفيديو. مهم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا بغيت نقول لكم خس هذا، اين هي جمعيه حقوق الطفل؟ اين هي الجمعيات الحقوقيين؟ فين راكم؟ اين هي جمعيه حقوق الرجال؟ اين هي جمعيه حقوق الانسان؟ انا بغيناهم يدخلوا يعطوها اقصى العقوبات، يعني الدول العربيه، احنا كدول عربيه، احنا كدول مسلمين، خصنا هذا الشيء ما يبقاش، خصنا القصاص، يعني يجمعوا معهم ويطويو حدا ولادكم. ها انتم تشوفوا راهم ولا تحرش بزاف، عندنا البوشوف مسك الله يرحمه، هذاك الفقيه اللي سنينه بارك تدخل بسبردينتو الجامع بسبردينتو، هذوك اللي فسلا لا، هذه المراه هذه لا اله الا الله محمد رسول الله، واش تا هذا الشيء؟ يعني هذا الفيديو هذا راه داول، ماشي غير اي واحد، راه اي واحد راه شافه راه دار بوم، لا حول ولا قوه الا بالله. نطالب باقصى اقصى اقصى العقوبات، حنا عندنا كيطبق كيتحكم الاعدام ولكن ما كيطبقش، كيولي محدد محدد مؤبد محدد، كيولي عفو من 10 سنوات 20 سنه كيولي عفو، وبنادم يخرج يولي يدير اكثر من هذاك الشيء. هذا الانسان هذه اللي هذا راه جريمه في حق الاولاد، يعني ارتكبت واحد الحاجه اللي شنيعه ما يدخلهاش العقل، ما يدخلش، بقى تعرفوا كيبقى تدير. ولا اخواني المشاهدين راكم تكونوا شفتوا الفيديو، اخواني المشاهدين ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهنا نهايه الفيديو، تحياتي لكم في فيديو قادم ان شاء الله.